التدوينة ولا نقول ذاك الخليق، ما نقول الخلق، ذاك الخليق تعبان على ان التنمر البلقه ذا ماني مرقف شي رقاج زلق فيا لين يقلعوا عني ولا هم ويم عندي ولاني لين نتحاور معاه ولاني لين ناقش معاه. انا ذا قلت واضح وحدين زين عندهم تم كل مره يطلع رقاش ويتهم وزير بالسرقه، والله يتهم رئيس دوله، والله يتهم قاضي، والله يتهم حد، يتهم اي انسان مسؤول في الدوله والله رجل اعمال بدون بينه. هذا ما هي الطريقه، هي ما هي طريقه صالحه، هذا ما هو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال علينا ان يخلى الناس تدعي ما تريد، هذا في نص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال عنه نيني تخلى الناس كلها يدعي ما يريد، دور يجوا رجالة يدعوا أموال مدة ودماءها من غير حق من غير بينة، معناه أنه يبعد الآن يقعد رقاش قدام الناس ويقول فلان خارق له والله فلان خارق له والله الدولة خارق لها دون يقدم بينة على ذا لا يتعود فوضى، وهي قاعدة فقهية وقاعدة شرعية البينة على المدعي على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن بعد يلا نقبل، هذا هو أفضل خلق الله، وقطع عنه ما عدل رقاج منه ولا سقم رقاج منه، وشاكين تسوما على أنه الكلام الخاسر أنه ما يضر، وشاك عن الكلام الخاسر أنه حرية، وشاك عن قذف الناس أنه حرية، قذف الناس حرية، البهتان حرية، يا إما تعودوا مسلمين والله بعد عدتوا ماكم مسلمين تعودوا بعض تعودوا قاع كثير دمية لخير العالم. أبينوس دور نجيك دور مشي لك لك ديمان نختار تنوفي ذا إن شاء الله. على العموم لا تكذب عليكم تخميمتكم، ينطاكم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ترفضوه، ينطاكم آية من القرآن ترفضوها وتعموا انتم ولي ياسم الأمور ماكم قاع ناس ما يفهمتوا. هذا الراجل إلى عاد والسيدية والعاد وللرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة قعد في التلفزة وقال لأنه عنده أدلة قبلي واخذهم، وعلى حق العام ما يقولوا أنا عندي وثيقة كاردة واخذها، لأنه ذا لي دخل الناس الشك، وثيقة شنية واخذ الوثيقة واخذونا ذي الناس اللي كله يقول فساد واخذونا ذا الفساد، وحدين عيطوا ما حكمت الحسابات وما قاعمون فاهمين حسابات شنو ولا هم فاهمين تحقيقات شنو. انا اللي ماني قابل انا والبلال ذا ما بيني معه علاقه ولا نعرفه ولا نلود الملقا ولا نلود معرفته. وزير العدل تعرفوا القط الخلق بيناتنا هون في قضيه الجنسيه، معناه اني ماني دافع عنه لا قادر فيه، وغزواني ماني مدافع عنه يدافع عن راسه يا غيري. يتم كل مره يقعد رقاش ويقول انا عندي دليل على كذا، او نحن كشعب واخذنا هذا الدليل، قنين يقعد رقاش يقول لا موك انا مروق عنكم ايش، وجو واحدين تلاوي الحميه الجهويه وحميه الجاهليه هذا قال له خروطي والفيافي. اذا انا ما نحكم به، انا نحكم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، البينه على المدعي، هو اللي الله يجيب بينه. ولا عاد حافظ كتاب الله وامام مسجد والامام مالك بتكركيبته يا الله يجيب لنا بينه، هذا هو نعتمد عليه واخذ لنا بينه، واخذ لنا رقاش بينه وتوف قال لا نين تلاو نحن واحدين يمشوا لي مالك ما تضامن مع انا قاعد تضامن معاه، قال لك واحد تضامن معاه ما مزيان شي مزيان بعد لاك فايتكم انتم، انا رقاش تضامنت معاه مزيان بعد شي، ورقاش مولي عاد ضده شي. انا ضري كيف تكون انتم اللي تقزموا روسكم تقولوا عن مواقفكم وانا تضامنت معاك مزيان، انا اصلا نضامن مع رقاش يزيلوا ياسر العادي لود الحق دور يجبر حقه، والعادي دور مصلحه دور يجبر مصلحته، والعادي دور مصلحه العامه دور يجبرها. هو ذا لا بالتدرج، احنا بشر لا بالتدرج يا غير الانسان ينعود دائما يقول لك كلام ما عنده عليه بينه لا يفقد المصداقيه لا يتصدق الناس، وهذه اكذب حتى يصدقك الناس حتى مولي يضرب الناس انك كذيب. على العموم انا ذا الراجل ذا المستشار ما بيني معه اي مشكله، وذا الكاتب ما عين عليه وعين على الناس كامله، لانه ذا الفضاء والتلفزات وكل مره يطلع واحد يقول لك ذاك فلان فاسد واخذونا دليل الفساد، يقوموا واحدين ويقارنوه بقضيه ولا عبد العزيز، ولا عبد العزيز
والله هي الحكومه اللي لطيفه معاه، اللي بلو السجن الحبس، ما هو ابارتما يسكن فيه ولا فيلا، ولا عبد العزيز المعدل ما له واضح من النفاق الخارج لدم الراجل، وما له وقعد وقال انا عندي وعندي 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 ونذري الراجل، وما له ذاك، هو مستجر منه 39 مليار ملوقيه، هو حكمه 10 سنوات ولا 11 سنه، ما يلا يتخطى مليار و200 مليون، عاد ما يوكل منها ولا يشرب منها ولا يمسها، ما له ذاك، هو عنده عشرات الملايير، هذا ما له الثراء الباهي، اه كابي قاعد عمل ادله، وما خالق دليل ما فوق، ما له كردو عنده مصانع تقشير الارز وعنده كل شيء داخل فيه، وكردو عنده الحفارات وعنده رماركات وعنده الدنيفر، رجل اعمال، ما فات الدوله ما بلو بلو السجن، يلا الدوله تقدموا السجن وتكفر عليه، والدوله هم اللي ني ما تحبس ولا عبد العزيز، ني ما يحكم عليه، الدوله تفقد هيبتها موريتاني تخسر للابد، لانه ذا يقولوا الناس عن موريتاني من ما قطعت فيها عدل ولا قطعت فيها قانون، قطع بعد عاد فيها عدل وقطعت فيها قانون وقطع فيها بعد تنميه، نعطيكم مثال بسيط، واحدين هون يتعايطوا ويتراصفوا ويقولوا موريتانيا ما فيها تنميه، شوفوا هي لا بدايه الثمانينيات هذه موريتانيا واك شطله ما في ميناء، ميناء دلاميتيدا ما هو خالق، وعدلتوا الدوله بقرض مع الصين 150 مليون دولار معفيه من الضرائب معفيه من الدفعات مده 50 سنه، هذا تقدم، والميناء خلق فرص العمل وخلق تجاره وحرك حركه وطال موريتانيا ديناميكيه وخلق ياسم فرص العمل ودخل ياسم دخل للدوله، اه لين قال اه موريتانيا ما هي خالقه، ما قطعت عندها حكومه، اللي يقولوا انسان تابع وكذب كذا يذيب وحقود، الناس الحقود الحاقد على وطنها هي اللي تقول ذا، انا ما نبغي رقاجي يجي يتهم لي وزير ولا مدير ما عنده بينه، ولا نبغي رقاجي يتهم لي رجل اعمال ما عنده بينه، ولا نختي رقاجي يتهم لي شخصيه خصوصيه ما عنده بينه، لانه ذا القذف والبهتان حرام شرعا، لا حرام وذا يفسد امم، ولا يشد عليكم، لا يشد عليكم كعب اللي هو شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هادر دمه، هادر دمه صاحب قصيدة بانت سعاده، اللي 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 سمت قصيدة عاد قالها البردة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لين قالت عليه الطقباب بردته ودار عليه مكافئوا به، الكلام زين مونك، ها رسول الله صلى الله عليه وسلم العاد رقاش فاهم كلام مولانا الرسول صلى الله عليه وسلم، ماله مولا ما قايل عنه ما هو فاهم الكاظمين الغيظ والعافين على الناس، هو بعد كان هادر دم الشعر، قال مين تجبروه في اي بلده ينقتل هادر دمه، جا للمدينه متخفي ما عالم به رقاش، وعات الناس تقول ويلو انك يا ابن ابي سلمى لا مقتول، قال لهم لا خلوني نبيني انا والرسول صلى الله عليه وسلم يقتلني، والله عدلي معدلي ماله نيجا قاعد نبينو ايدي، ماله قام بالقصيده، القصيده فوت 37 بيت هو ينشد اللي على ناكته جاي ناكته، يتكلم اللي على ناكته الطريقه الماشيه بها بمتن الخلعه، حد انه قاع جاء قال قاع بانت سعاده، حد انه قاع تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سيف مسلول مهند وقام يشكره، لا تقول انتم على الكلام الخاسر انه ديمقراطيه، ما هو ديمقراطيه الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسته الكلام الخاسر، ما هو ديمقراطيه ولا حريه التعبير، الكلام الخاسر خاسر، والقذف حرام والبهتان حرام، الصف هو الموريتاني، عاد اليوم واحدين قاعدين على فيسبوك اللي يطيم الخله، واحد فيه لا نخلق روايه يقول لك فلان بطل قال وخذنا بينه، والله ما يوخذ بينه ما درناه فوق روسنا، ما يوخذنا دليل ما درناه فوق روسنا، كيف واحدين اخرين يتكلموا يقول لك واحد والاقتصاد متدمر وتجي شركه ما كانت موجوده وتخش مقاولات، هي ندعو الشرائك جدد ما يخش في المقاولات، انت لا يخشون، ندعو المقاولات في العالم مسموحين للشرائك اللا القديمه لا يخلقوا كاع شرايك، والله تخلق عماله، والله قاعد تسمعوا بالفيسبوك، والله جوجل تسمعوا، ليتهم لا الشرايك القديمه هي الخالقه، هو كل سنه يطلعوا الشرايك ويطلعوا رجال اعمال ويطلعوا تجار ويطلعوا مهندسين ويطلعوا دكاتره، يجي واحد ويقعد ويقول من الفساد، ليالك شركه ما قطت شاركت مناقصه جابت مناقصه، لا هو اللي الله يخلق، هذا هو الاقتصاد، هذا هو تطوير الاقتصاد، تعرف الناس وعادوا تاكلين على غباء، غباء الفيسبوك وغباء المتابعين، كل اللي تتكلم يقول لك انت ضد فلان، فلان ضد فاش؟ ضد فيش؟ انا ماني ضد رقاش، يقعد لي راجل مذوق ويقول لي وهرب المال وعندي وثيقه، انت قاعد المعدل انت الوثيقه وخوانا، مال مال الشعب متهم به رئيس دوله ورئيس وزراء وزير عادل، هو اخذنا الادله، هذا النوع ما في جوقه، اتهام الناس
ما في جوغا. وانا نقول لكم اقسم بالله العلي العظيم، ينهار يمكنني مولانا من ذا الامر، ما يقلف رقاج رقاج ما جا نقر الحبس ديال القذف، منين رقاج يتهم رقاج من دون بينه يدنو ينقفر عليه. اما كاع ولا عبد العزيز يعود مازال محكم عليه ب 20 سنه سجن يستكهل فيه. لماذا؟ لانه قابض حق مو حقه، لانه خان الامانه، خان الامانه، خانها. ايوا ذا لاني تتكلم رقاش يقولوا كل اللي واحد يقيس قبيته واحد يقيس جيته. الدوله ما تبنى على الضعف ولا تبنى على القذف ولا تبنى على الاتهامات، الدوله تبتنى على القانون، تبتنى على الصدق، العدل يبتنى على الصدق، تحري الصدق. لذلك الله تبارك وتعالى حذر قال ان بعض الظن اثم. واحد هون كاتب لي عزيز موقي بويا فاضمة فيك انت وفاضمة في عزيز بعد قولها لك انا عزيز قاع قاع خش منك مشكلة والله اللي فضيمة فيك انت وفضيمة في عزيز. انا مالي قلت له مازال رئيس، مالي اللي قسمت له بالله لانه دوري وجرد من ماله وقام عياط في الناس وقلت له لانه دوري نحبس. ايوا ذا قلت عدلوا مولانا، وانت والله اللي فضيمة فيك انت وفضيمة في هو، والله اللي السارق احمر ويا الله ما يخال حبس. والله هي الحكومة اللي متعاطفة معاه اللي بلوا الحبس، وحدين اخرين خالقين واحدين اخرين يلا العود اليوم نفر في الحبس. ايوا مالي ايوا مالي كل شيء يرصف عليه، حتى اني نعود واحد رئيس يرصف على قبيلته. احنا ما احنا اولاد بسبع محترمينهم، الشرفاء الشرفاء بعض ومحترمينهم كاع ونتبركوا منهم. يا غير عبد العزيز السريري سراق، انا هذا عندي عليه يبين انه سراق، ما لا واضح. الناس الاخرى واخذونا بينه. ثانيا مولي لا نقول لكم رواية، أنا نعارض السياسات العامة للحكومة يقال ما معنى أني تابع لها. يقول لك واحد الحكومة أنا ماني يعني ماني تابع الغزواني ولا أني تابع البلاد وبلا غاية فيهم. أي غير مولي راجل من الساعة اللي حكم موريتان ما قد قال كلمة خاصة للرقاش ولا قد عدل شيء خاص للرقاش. ما لين نقعدوا ونقولوا الكلام الخاسر، ما لين نعدلوها. إنسان يحترم أوي إيه واخذوا لك واحدين هون روايات ويقولوا لك يقولوا لك ذا منادم ذا منادم كان هو كان في العشريه كان موريتان. قلت له شكل ذا منادم كان مدير الامن وكان شيف دي تاماجور، واخذوا لي دليل على انه كان تاماجور، والله واخذوا لي دليل على انه كان اداره الامن. لا هذا قلت له ما هي قضيه، واخذوا لي ذا والغزواني ذا واخذوا لي ذا الكان تو ماكم متهمين، واخذوا ما لقيت عنه من العشريه واخذوا لي اللي قد يوخر تم يهدد. قال شوف انا مولي نختار الناس تتفجر، كان ينقال والعبد العزيز عنده ادله وصحابه العبد العزيز عندهم ادله لا يوخذون في الوقت وعندهم مكالمات. سبت مكالمه قضيه بارشوك الطفيله ذيك اللي مترم على غزواني، هو واضح في الاتصال على هي المتصله به وما هو متصل بها، معناه هي لاصق فيه هو معدلها. قالوا جبر الخواطر، انا دائما يترم علي شويبات ويترم علي الكهلات. اني نعود رجال ثاني يسجل كلامه دور يسمع شم المرات خطيرين، لانه خارج نوع من الرجال يتقدم على العيال. واضح تلفت علي طفيله قالت لنا مدقدقه وبابا وكذا وتي متكسره ونظر قاعد يساعدني. قالها والله هذا ما في شيء خاسر. قالت لنا قال اني انا قالها فتران نشتغل ظهر لانه يشتغل فعلاً ما واحد عاد لا لاصق فيه. اذا كان زفافي وكان كان تقول الناس عنه حق وانه لاصق زفافي يقول والله يجيني في ليتا ماجور دخلي بيرو كيف تعاد المسؤولين كاملين. قال ظهر التسجيل اللي مسجل عليه هو مو عالم به لانه انسان محترم، ما قال اجيني بيروي، قال عودي هوك على الشارع هوك دار مشي لك انا رقاش وجيب لك الفضاء. الفضاء مالي كم؟ ما هي مليون ولا هي مليونين؟ 80 الف وقيه. شيف دي تاماجور ما عنده 80 ميل تسير لي شان، ما قاعد يعطيها ذاك الوقت، ما قال انا نحولك على غزه والله جيني بيروي، قال دور مشي لك رقاش جيبها لك، معناه اني مستني ندبر لها. هذا ما هو دليل على السرقه ولا هو دليل على الزنا ولا هو دليل على الاجرام. راجل متلصق لاصقه في امراه. قمت انتم هون تقولوا ذا الراجل خالق له وعدل وشويبات وشويبات، هي شويبه واحده باتنت قلت لنا واخذوا لنا شويبات الاخرى واخذونا ذو التسجيلات. هذا نعامين نحن ان كنا مرايين قالنا كذا ذا منادم. لا نقول لكم روايه، انا بعد تاله متوسم فيه خير لانه نيني عاد الاصلاحات مستندروا عاد الاصلاحات ومستنطلبوا الاصلاحات. قال متوسم فيه لانه هو الوحيد اللي قد يسلم السلطه المدنيين، اين نعود صقع مدنيين نافعين؟ ما هم مدنيين هذا بانا بانا. ايوا مولي مساله اخرى نختار مولي نفندهم وحدين هم نفاقعهم اني انا ما نقول انه هو انه ضعيف، هو ما هو ضعيف. هذا كان شيف دي تاماجور حارب الارهابيين، تقول انت ضعيف ما عنده شخصيه؟ بنادم هو اللي امن ذاك منطقه الساحل،
تقول انت ما عندك شخصيه، مالي نكذب انا، مالي نكذب انا والعبد العزيز نقول انه السريرقي يا غير، نقول على انه عدل الطاقات المتجدده، نقول على انه عدل السيستم بيومتريك، نقول على انه عدل وعدل الخلق ياس الوظائف وزاد الخلق، ما خرجش ما عدلوا يا غير، غرقنا في المديونيه وتمثل على على ظهورتنا وخالف القوانين على الاقل، على الاقل للرئيس الحالي بعد ما شفت مخالفه قانونيه، ذي المخالفه القانونيه عدل واخذوها لي، ايوا خذوها لي رقاجته، يقول لي كان الشدة ماجور عدل عمليات صفقات سرق ما هو كذا وكذا، واخذوا لي رقاج، كان اذا مدير الامن واخذ ما هو كذا، انه هو ساكت ما يتكلم، انتم رقاج اذا ساكت ما يتكلم تعودوا كانكم لا تقولوا تقولوا فيه تقولوا فيه، لا ما هو صالح، هو رقاج ما ترأسي كان الناس تقول الكلام الخاسر. يا عباد الله، اتهام الناس من دون برهان جريمة يعاقب عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم حضر بها، وأنا هون نقول للدولة على الرقاش كامل اتهم رقاش بدليل برواية ما عنده ليه دليل، لأنه يا الله يعاقب قانونيا. طلبوا يا الزين ذاك منافق، إلا أنت اللي يوضعك ويوضع بياك يوضعك، راني مولي ذو المنافقين اللي موريتان، راني أنا إن شاء الله يوم الاثنين عود موريتان، والله قاع يوم الحد يلي يعطيكم الخزو، وخذ لي واحد منكم وجهي ويا اللي يعطيكم قصران العمر، انا ما يلح ويقركم، ما يلح ويقركم يعطيكم الخزو كاملين، صحكم يا الصيفاقه، لا صيفاقه لا انتم انا موريتان، شوف موريتان ندخل العمله الصعبه وندخل الفضه ونعطيها للناس باط كضو باط ونكفل الاسر، ماني ماني ما ندور في فتن واحد من الميزانيه، انا ماني كيفتكم، انا اللي عندي هون في امريكا تعرفوا امريكا، ولا ينفعكم راكم هيك الغوغائيه اللي بداتوا فيها، وهذا المدونين الكذيبيه اللي هون اللي كلها لا ينقفل عليه هناتيا ويتم كارت صابون تنقر الحبس باذن الله كامل ويقف عليكم، ماركم ماركم لكم سنتين متباركين معه، اللي يعطيكم الخزو على العموم لا نطلع رئيس جمعيه المهق نعرفهم اللي كذبت وزيره الصحه، وزير الصحه اللي قال شنو هي نعرف قضيته شنو، الله يلطف خلاص وما مشى لي دمان يا غالين، خلاص انا الناس الاخرى كانوا يشوفوا سيد الرئيس مشي لي دمان، مشي لي دمان انا ما جاتني دمان داك، هذاك واجاتني اوكي، هذا هم اللي هذه فئه من المجتمع مواطنين موريتانيين يتعرضوا للتنمر والدولة ما قامت بواجبها تجاههم، خاصة وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية، تو نبقوا نعرفوا حقيقتهم من رئيس 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 رابطة المقبال، نعرفوا الكذب اللي كذب ذاك نهار وزير الصحة شنو، أنا اللي ما نقد عليه لا الكذب، أنا كل شيء معاي يكون الكذب، الله يطيركم أنتم هذا المناصرين عزيز الله شمل خروطي، والله إلا فيهم رجال أنا نحترمهم، إلا فيهم طفل نقلع علي الناس موريتان، نقالوا محمد الكوري بسهولة مناصر عزيز محترم خير انسان محترم، ما هو كي الرويب يضل يطلعوا لك وانت ينزلقوا فيك، فما يحصل ما ينزلق فيهم هم، قلت لك المدونين انا حويقرهم وتافل في ذاك اللي يعرفوا يخزيك انت يخزيهم هم، حق حق مدونين يضرب مدونين، واحد يقبل الصدقه من كندا والاخر مزور بيرما يحرك بهذا كان يضل يتفاصلكم الحقيقه يضل يتفاصلكم. راني مشيت لك دوماند هاي لا دوزيام مشيها لك ولولا نو انسر راني مشيتها لك كونيكسيونك ضعيفه مشكله نتاع كونيكسيون انت سيد الرئيس الله يعطي الخزل بين الرويبض صدق ولا حويقركم وانا بعد انا بعد تمونكو لاني الرويبض حويقرهم وذيك كذيبية حويقرهم انا ما يقول لك واحد المدونين الطالع عليك مدونين شنو طالع عليك انا وقفتكم قدامهم حيشموا قدامكم خزيكم ان شاء الله. سيد الرئيس راني مشيت لك مره ثالثه. معناه انك عندك مشي لا تخال بس ترجع. على العموم هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وانا درت لكم محمد شواف لين طلعت بيد الاخر ما طلع لي سيد الدكتور طلع لي. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال علمني منين يعود لا رقاش دعا روايه يعقبوا شو رجاله ويدعاوا ملكيه اموال ويدعاوا كل شيء يدعاو يدعاو قاعدين مع الناس فاهم تم فاهم لا زلقوا عاد فيهم كونتاتكم زلقوا يعطيكم الخزو انا حويقركم وحويقر الملي كبيركم اللي يعلمكم السعر حويقركم كاملين تعرفوا ملي حويقركم
جايكم مولي موريتانيا تموك في المحقرانية اللي يعطيكم الخزو ان شاء الله. يا حق حق البلقة حق حق. على العموم انا ذا المستشار ما نعرفه ولا مبين مع اي مشكله. سمعتني يا قيران، ماني قابل ماني قابل احتقار عقول موريتانيين. تم لا يقعد واحد بالتلفزه يقعد لكن صاحب العلامه لكن برامه يمشي جنساره ويقول انا عندي لابورتاي وهو نائب الي وقاب حقوق من موريتاني وكان جريفيست وذوك وديزيام ويقعد ويقول لك لابورتاي وذفر ومعدلنا معدل يعطيك الخزو يعطيكم الخزو كاملين. محمد شواب انا اكسر تيتك يا قير يا قير. انا خلاص بريزدون هذا وجمعيه المهق لانه فم ياس من المسائل نكون عرفوها منه هو مباشره. مشيت بدوماند يا قير. مشي وك مولاي يوضعك انت ويضع طويل بولي جنبه يغزيك. ما هو كلاسك هنا هرب حاجتكم ديك الساعه يقول لكم رفدوا سنتيراتكم واخذوا للشرطه وخبطوهم وانا نيجي جنون في كندا انا قاعد على بوطو متذكر كلامه اللي جيت كندا هيرا بعد بارك ويقول لكم نو فايلنس انا ضد العنف ضد العنف. انت ما قلت لك تكون تهدد تقول لك تقعد على بوطي ما كنت تقول عني يجي كندا تقعد على بوطي. انا راجل كندا قريبا انا ماشي رجل اعمال ماشي عند جوله ماشي نفتتح شمن المتاجر موريتان ونشغل شمن الادميه وندخل شمن الماء ومن فم قيس ايطاليا ان شاء الله عندي مولي شم بزنس لين عدلوا ولين قبلكم الزقنين ولين تم ليش ته لين تم لان بين كندا وهايو قبلكم في القلب الين تموتوا بكم اللي الخلعه سابق بعد يخلقوا قاع المحاكم ويتخذوا قرارات دور يعود فيكم امراض كاملين الامراض الموجوده تعود فيكم يعطيكم الخزو. محمد شواف انتم انا ما نعرف انا اكسبتيتكم يا ما ادري شنو على العموم ايش اكون شنو انا خليق فيسبوك ما هو عندي مولانا. انا لا ارجع مهم عندي لا البينوس انا ما عرفت مشكلتك شنو. البينوس تو اللي كاتبين هناك تو اللي بيت انا كومبلي شو حالي خلص لك كانت تعود في ليست تحتانيه ليست تحتانيه قد ما قبلت نشو شو حالي خلص كان ينعود انا ولي انفيتي حنيني انا جافي سيء جافي سيء عندي نوتر فورم حنشر نوتر ميثود اوكي حنشر أشوف باكم قيل أنا مثل نحاول كان يطلع على رئيس جمعية المعارض توف أشوف عشان صندرية لا بي بيك والصندرية اللي يوضعك وصعب الصندرية مولي دور سوف لي بعد له قريبا هاكم ماني تعانوني عتليت وحلو الله يوضع الروي بيضا روي بيضا ما همشي روي بيضا ما هم مدى يلي يطيم الخزو روي بيضا ما همشي مدى تافه مقاصر عمار وعاد قال يقول لك تال المجنون المجنون على زين حيل على فلاح ما تبقى ذا النوع من هاللقبة الله يقصر اعماركم مدناكم مقتلكم لاش من الحقد راني مشيت حنشوف جافي سي بولا ديرنيير فوا حاني نطلع بعد داني قال محمد محمود البخاري شوف لعات المشكله مني انا والله منها على العموم واخيرت بك انت السيد المستشار والله يا واخيرت فتبارك الله اللي نسمع منها ما شاء الله فتبارك الله وبارك الله في ذيك الناس يا قير شاكين واحدين هون انهم اللي قاموا يقولوا الكلام اللي انا مهم عندي واخيرت بك تسوي البوبو واخيرت بكم كاملين راني مولي جبار للمره موريتانيا مفتوح سمعتوني هذاك وطلعت مره اخرى شوف سيد الرئيس راني مشيت لك مره تالية جي في اس سي على العموم
على العموم البينة وعلى المدعي، سمعتني؟ البينة على من ادعى، اللي هو المدعي. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أمتن أسس الفقه، أمتن أسس في التعامل، هذا هو أساس التعامل ذا النوع من الادعاءات والاتهامات والروايات. فاهمين؟ السيد الرئيس، مشكلة منك، مشكلة منك. أنا I said what I said. على العموم أنا ماني متهم سيد المستشار، يقول عنده الحق، غير ملي، ماني قابل رقاش قاعد على بلاتو ويقول على أنه عنده أدلة ما يوخضنا الأدلة، أنا ماني قابله. ماني قابله لأنه هذا فيه نوع من التضليل للناس واحتقار له. أنا عندي وثيقة قال لنا عتب، لأن تهدداش هذا الحكومة. تعرف سيدني بورتكو. على العموم أنا نقولها لكم، أنا براسي أحترم الرئيس غزواني، محترمه كرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ما معناه اني معاه، ما معناه اني من حزبه، لا معناه اني مناصر سياساته. قال انسان محترم ويستحق الاحترام. انا بعد محترمه، محترمه زمن مدير الامن، احترمه زمن شيف دي تاماجور، محترم ذا اللي عد عليه من ليزاتاك زمن مترشح، نحترم الطريقه اللي ترشح بها، نحترم الطريقه اللي تعامل بها مع السياسيين، نحترم ذا الاستقرار السياسي فيه. لا ما معناه اني مع ذا، طاعن وحدين يشربوا من البحر الاخضر، راهو مالح، يقيسوا يشربوا منه. واضح ولا ما واضح؟ يشربوا منه. والمعارضة السياسية ما معناها أنها حرب. أوكي راني فهمتك. أنا قد أكسبتيك يسوى ما أنك صاحبي. حاني نشوف، حاني نعدل لك ذا. شوف اخي الكريم، اخي الكريم، كيف تشي يو دو هاف بروبلم، يعني ما عندك مشكله. انا قاعد عرفت مع الناس الاخرى كاني نتاكد على انه انا عارف شنو الناس بارفا يقولوا عن لا بوزيشن التليفون الرواية. على العموم الرويبضة اللي في الخارج انا يعرفوا اللي معدل لهم حويق لهم يعرفوها، وجميع اللي قطوش الاتهامات ما قدروا يبرروا على شيء واحد منهم. يقعد واحد يقول لك على انه يقرات ويغط، ما قدرنا نعطيكم تاخذ، ما قدرنا نعطيكم بهره. واحد يقول عنده 18 صفحه، ما قدرنا نعطيكم بهره. الاراضي اللي قالوا ما قدرش شيء شيء، قالوا ما قدرش نبلم، جيت نبلم وظهر عليهم شو بنا ومخويفين ومذلة. وانا ماني صايب اي وقت يعيط لي، انا هو اللي محدد الوقت اللي يمشي فيه. معناه اني نصيب انا من اعمالي ونصيب من ذا ونصيب ناري، لا ينكحز عليهم ولا يمرمدهم ان شاء الله. ونقيب المير بدهم ونقيب حسيباتهم ونعتري منهم مسخين وقذرين، ولا نمسامحهم ولا ينفع فيه شيء بإذن الله. خارق لهم الليل تحت، خارق لهم الليل مخينس. والناس اللي موريتان قاع اللي يشوفوني يهربوا يدفرتوا، هذا من البطولة ومن العياط وزياط، لكن اللي يشوفني بالمبدية يدفرتت. الرجال مولي عندهم احترام، مش عارف قضية فوضى. سيد الرئيس راني مشي لك، راني مشي لك ذيك يا ادينج ادينج ادينج، ما اعرف شنو. على العموم، على العموم هذا هو رايي. بتعود مشكله في النت. شوف البينوس شنو وقع رايك الاسبوع اللي يخش نعدلها انا وانت في موريتانيا، نقعد في بليده ونعدلوا لايف توجذر، قاعدين في بليده مع رئيس جمعية المهق، نقعد أنا معاك في بليدة ونعدوا لايف من بليدة، سمعتني؟ تو إن شاء الله لين نعدلوها، خلينا نعدلوها إن شاء الله الأسبوع اللي يخش، يتم لنا عاد الحياة. أوكي ودعناكم لله، رويبضة لعنة الله عليكم، معكم مهمين، أنا حويق لكم كيف تعرفوا. وبالنسبة للناس المحترمة، أنا محترمكم لأن الاحترام متبادل، هون في لا العدالة. أنا أنزل الناس منازلهم. الناس المحترمة محترمها. الناس السيئة راكم شفتوا اليوم الفضيحة. شفتوا اليوم يصير خلاقة، نقرا المدرسة يهدد القراي. يدعي لي يقول نعدل كذا لأمك وأبوك وكذا، يدعي لي يقول له طيح في أمك كذا، نقرا المدرسة. هذا هو اللي يشجعوا عليه الرويبضة والمتنمرين. زمننا في المدرسة ما بين اللي يقدر يرقب عينيه بقراي. نهائيا. ما يقد. لأن القراي محترم. غير هذه هي نتيجة التنمر اللي انتم ما كنتم فاهمين التنمر
تأثيره على المجتمع. هذا الطفل اليوم اللي كان على قراي إلين ما يؤدب إلين يكبر هو اللي يعود خطير، هو اللي لنا متنمرين. شفت الآن قلت لكم الرواية من بين الرؤساء، تعود تفاصل الرؤساء. والله أنا اللي معارض ياسم السياسات العامة للدولة يا قير. شفت الفرق من بين عزيز وغزوان؟ لين أشرح لكم. عزيز سيتان بوينار، تعرفوا بوينار عند الاسبري دلوغة ان باندي كوبايوتوف، والغزوان راجل عنده شيء قالوا يستخدم اللي قالوا القوة الناعمة، القوة الناعمة متكايس واثق في ذري عدل ما هو عجلان. عيطت الناس راس صوت قالوا عدل متكايس، وهذه جربوها لي جون دي لوبوزيسيون. انا ما نبقى نقعد معاهم، ما نبقى نشد معاهم الاخبار، ماني صايب يا قاعد نعرف لي جون دي لوبوزيسيون جربوا ذي الروايه، عنده ان كاليتي ديكوت يصنت للناس. وللا نقول للناس شبابكم خاصة الشباب روحوا تعاملوا مع هذا الراجل لأنه خلق الرواية فهموها. أنا لا أعود رئيس موريتاني 2024 بإذن الله، والله أعود رئيس 2029 بإذن الله. اللي يبقى يقول عني مجنون، اللي يبقى يقول عني الهام الأخلاء، بإذن الله بإذن الله والبخيل ما لا يضمنها الله، نعود رئيس موريتاني 2024 والله 2029 لا واحدة منهم لا التاريخين بإذن الله ما نخرم. وش قلت نعدوا لماذا؟ لأني أتأدب مع الله في السعي. أنا إذا نسعى ونشتغل لكريتيريا ونعرض نعدل. ماني لا يعودوا معايا الموريتانيين كاملين، خالقين وحدين، طبيعتهم الحقد وطبيعتهم الإساءة وطبيعتهم الحسد وذاك النوع من الناس. أنا ما نلود له، لذلك الكابتن نلود له ذي الناس اللي مهم عنده في فيسبوك، أنا ما مهم عندي. متابعين وكثرتهم ما مهمين عندي. بدأت في فيسبوك بدأت نبلوكي الناس، عندي 30,000 متابع، اليوم زايد على 70,000 متابع. معناه إني تبلوكي الناس وبعدين يقولوا لا تمشوا، والله اللي طالب منكم شبر ما يندر متابعة الرويضة لا مهم عندي. لأني هون أنزل الناس منازلهم. يقال التنمر دور نحاربه موريتان. ما لا يعود تلميذي قد يزلق في قرائك اللي خلق اليوم. أنا قاعد عندي هون، أنا رواية رأي عندي هون في تلفون. نسمع هاتكم تعرفوا لين ذا. هذا ياسم الإجرام اللي ما شافوا الناعتولو. هذا ياسم الإجرام اللي ما شافوا لين ناعتولو. شوفوا. تراوي تراوي طفيلي هدد قراي انا يتقوا يقوموا كهلو ويقوموا واحدين معاه ويقوموا لا تريك صغيرين نينو نود رئيس موريتان رقاش كامل ما بات عاد عنده 17 سنه ما يرفد التليفون ما يرفد التليفون ونحرم من التليفونات في المدارس. هذا ما هو يدعي له قراي واحدين اخرين يفلموا معناه التركه داخلين بالتليفونات المدرسه. هذا هو المجتمع، هذا هو الجيل اللي دوروا انتم، هذه هي التربيه، هذا هو الشيء الصالح، هذا هو اللي دوروا انتم. هذا مجتمع لا يقبل تخسر. على العموم ودعناكم لله. انا عندي مو رقاش لا قاعد يحانيني يجي لي ينقر ويبيضات بلوك 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 يفتحوا كونتات زينين ولا عاد روايه اخرى. انا بعدين نرهقهم قطرا ملي بالصلاة مارو. على العموم ودعناكم لله. رئيس جمعية الماق إن شاء الله نجابه الأسبوع الداخل وموريتان ونعدوا لايف توجذر في بليدة وتقول لنا قضيتك أنت وقضية الجمعية مع وزير الصحة وذي الكذبة اللي كذب شنية وذي الكذبة اللي كذبت وزارة الصحة شنية وذي ريالة عاد الحكومة ما عادت شنية إن شاء الله ونخلصوا حلول المشاكل. وراني من ذا المنبر نشكر من الشباب المهمين بشير ولحم العبيد رئيس جمعية ذوك الهيموفيليا والله انا ماني متذكر الترم قبالي اكزاكتومون. هاو الناس اللي عندهم مشكله في تخثر الدم هو مرض خطير ودواه واعر. وشفتوا جزاه الله خير من السال عاد رئيس يتصل بالجمعيات العالميه الدوليه ويوفر الادويه. ها هو الشباب، ها هو الشباب اللي فخر، ها هو الشباب اللي يناقش معاه ويزقل به الوقت. هم الرويبضه الرويبضه ما هم مهمين تافهين رويبضه تافهين ما عندهم اي قيمه. ودعناكم لله والله يلطف